السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعين قناتي قناة نوفا كيتشن. النهاردة هنعمل ملوخية ورز بالشعرية وفراخ. غسلين الفراخ ونقعينها في مية وملح وليمون وخل. حلة على النار فيها شوية زيت مش كتير. صفينا الفراخ وغسلناها كويس، ننزل بيها على الزيت. عايزين نشوحها، مش هنديها لون. تشويحة حلوة كده مع البهارات والمية المغلية اللي جاهزة. بتفرق التشويحة دي على فكرة في الفراخ. هنا شوحناها شوية، حبايبي اللي بيقولوا انت بتستعجلي في الكلام، انا واحدة واحدة معاكم، ما عنديش حاجة. ننزل بالتوابل: ورق لورا، هيل، قرنفل، فلفل اسود، بهار مشكل، وملح، طماطم، بصل، وثوم. وبرضو بنشوحها حل وما نستعجلش عليها. احنا مجهزين المية زي ما حكينا، مية مغلية وكل حاجة جاهزة. بنغطي عليها ونسيبها تتشوح براحتها. هنا بعد ما تشوحت شوية برضو بديها تقليبة كمان. اذا محتاجة برضو هسيبها، مش محتاجة خلاص. هنا تمام، حطيت المية. وبنسيبها تتسلق. المرقة دي اللي هنستعملها في الملوخية. حلة على النار تانية فيها برضو شوية زيت للرز. ننزل بالشعرية ونحمرها توصل للون الذهبي. بننزل بالرز، ايدينا في الشعرية عشان خاطر ما تتحرقش. خلاص اتحمرت معانا حلو اللون ده. غسلين الرز ومصفينه. ننزل بيه على الشعرية ونشوحها. نقلب كويس، ما نخليش الشعرية لوحدها والرز لوحده. التشويحة دي بتخلي الرز مفلفل معانا ومش معجن كده. تمام، ننزل هنا بالملح، مرقة دجاج، مكعبات او بودر. بنشوحها برضو، ما نستعجلش على الرز. غاليين مية معانا، ننزل بالمية ونقلبها ونغطيها تستوي. الفراخ استوت. انا بدهن الفراخ قبل ما تتحمر تحت الشواية. معلقة صلصة او معلقة كاتشب، بمعلقتين زيت وملح وفلفل اسود، وبسيبها تتحمر براحتها. الرز هنا تمام استوى، شايفينه مفلفل ازاي لاني شوحته كويس ونزلت بالمية وهي مغلية. بطفي على الرز، بيكون ضل معايا الملوخية. الفراخ طبعا بتتحمر، ضل معانا الملوخية. حلة على النار فيها شوية زيت مش كتير، انا عشان قلت زيت كتير في الوصفة لحد يفتكر اني حط زيت كميات، يعني لا، انا بحط شوية صغيرين. الزيت سخن شوية معانا، ننزل بمعلقة ثوم صغيرة. مصفية المرقة من التوابل والبصل والطماطم.
استعجل في حط المرقة قبل ما تتحمر التومة. انا ما بنزلش بكمية المرقة كاملة، بسيب شوية. هقول لكم ليه. غليت المرقة معايا طبعا، ما فيش ملوخية فريش دلوقتي في السوق اللي بنجيبها ونغسلها ونخرطها بأيدينا. المجمدة في نوعيات كويسة، يعني دي النوعية اللي انا جربتها وطلعت معايا تمام اللون والطعم. نزلنا بالملوخية وهنقلب، اشوف السمك اذا محتاج مرقة بحط، مش محتاج خلاص. هنا محتاج حطيت، وبرضو بنقلب، بحط مرقة دجاج معلقتين. نفضل نقلب فيها لحد ما تغلي. السمك طبعا ممتاز. المقلاية على النار عشان نعمل الطشة، فيها شوية زيت، ثوم مفروم، نقلب الثوم. هنا خلاص الملوخية جاهزة، نقلب الثوم ياخد لون شوية كده، وننزل بالكزبرة. كزبرة مطحونة، الكزبرة طعمها جميل قوي في الملوخية. في ناس ما بتحطهاش، بس بصراحة بتفرق في الطعم، ريحتها جميلة جدا. نقول بسم الله واحنا بنحط الطشة. وننظف المقلاية بشوية ملوخية كده. ما نغطيش الملوخية بعد ما تكون جاهزة معانا، نسيبها مكشوفة عشان ما تسقطش مننا. طعمها وريحتها جميلة. متنسونيش بدعوة بقى، واشتركوا وفعلوا الجرس ولايك يا جماعة. دعمكم، باي.